ايش عندك الحين انت؟ والله ما عندي شيء. طيب ايش رايك؟ جدك عندي في البيت؟ يا اخي احراج بيتكم كذا. احراج ليه؟ يا اخي المكان في عندكم بيت؟ ما في الا اخوي المعاق يا رجال اكرش امه الحين تكفي المجلس. يلا مشان. ما يكون مع نفسه. حيا. يا اخوي كم مره قالت لك هنا؟ ما تفهم؟ قم اطلع برا قم سريع. بس قم. قم تعال. استرس سر سر الله يبشرك. تفهم؟ اشوف وجهك عندي. من عند اخوي؟ ايوه تقول لي اخبار. ايش مسوي؟ يا اخي تصدق في انسان كم ما كلمته؟ مين؟ عبود. ادق عليه. يجي مره صار معنا. مطول انت هنا صح؟ ايه مطول. عبود ايش عندك؟ طيب ايش رايك اسمع تعال البيت اوكي بتلقى الباب فاتح يلا سلام يا ولدي السلام هلا اخبارك طيب شنو دين الاسباب شيك شان خلي بس معي السلام عليكم عبود الله يرحم امك طلع وادخل اكون من المنداق فشل امي طلع بالاخر وين ما يمديني بالاخر مثل كذا والله انت فشيله ترى فشيله سوبي فشيله وبعد وش انت يعني الحين تستهبلون علي يعني وانت تقول فشيله بعد وانت تقول بيس احمد ربك انت وياه وانت احمد ربك هذا قاعد يدافع عنك وهذا السبب اللي هو فيها الحين بسبك انت احمد ربك على العافيه وانت بعد تضحك بيس الحين ها بيس رجلين كذا فرحان انت لك رجلين ثنتين الحين عند ربك على النعمه اللي انت فيها اخوي امشي 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 خلي اقعد معك امشي شيء كانك زعلان عند ربك على هذا هو خوف لا تسوي كذا اخوي بشر امي يمينا بالله لا يعرف كذا انا قدام اخوي يمينا بالله شوف يا ابوي لا سوالف ولا يسوي ادري بس مشان اتمشى وخليه تكي ولا زعل ما انت تشوف فكر امشي سريع امشي يلا اطلع خل بتلام معنا هذه المرة الثانية صح؟ شوف الحين ايش اسوي فيك تعرف؟ تكي مع مين خليك هنا بحالك ها؟ سولف بعدين من هنا اقول لك يمينا بالله ترى بهدلني وين بالله وين حطه؟ يلا اوكي اقنعني وين احطه؟ وين هو الكرسي ذا؟ لا يطلع يتمشى له يا رجال خلنا يقعد. هذه المشاكل ما فيها خير وانا نخلى عنا الهيط. جد حبيبي هاي مشاكل هذا هو اخو فاز على اخوه يعني ايش صار؟ بس بعرفه ما ضربته قاعد يهطط ويهايط. اخوه اسمع عبود سوق تك والله تعبت سوق يرحم مصدع اقوى شيء اخذني غفر شويه بس انت معوق عاجز عن الحركه مالك فايده بالحياه ما اغلى جالس في ايده وتسوي وش الفائدة منك؟ وش علمني الفائدة؟ طيب أقول لك حاجة تمديك تسوي زي كذا؟ تمديك؟ تمديك تمشي؟ ما تقدر، أنت عاجز إنسان ما عندك فائدة. ما منك فائدة أبد، شوف تحرك تحداك ما تقدر. معوق تفشلنا عاد شوف تدخل مجلس مرة ثانية وأخويا موجودين، تسمع أنت ولا لا؟ اتمنى تسوي سبسكرايب ولايك وفيفرت وشير واي زر تحت ما عاد تساك
اذا حطيت ديسلايك قولي ليش حطيت ديسلايك، ايش الاخطاء اللي عندي. اتمنى تشتروا المقطع باي وسيله كانت، سواء اسك تويتر، ولا تنسوا تتابعوني على تويتر تركي المشعل، واقعنا عيشه.